للمزيد من التحليل بتنضم إلينا من بيروت الأستاذة نجاة شرف الدين الكاتبة والباحثة السياسية. أرحب بك سيدة نجاة عبر منتصف النهار. هذه الزيارة طبعا ليست الأولى بالنسبة لأموس هوكستين، ولكن هناك العبارات المختلفة. أول عبارة أود منك التعقيب عليها هي فكرة بأن إنهاء الحرب في لبنان بات قريبا، على أي معطيات استند هوكستين في هذا التصريح؟ تحياتي لك وللمشاهدين. يعني طبعا الجو الإيجابي الذي عكسه الموفد الأمريكي للرئيس الأمريكي أموس هوكستين، وكذلك حتى مستشار الأمن القومي الذي تحدث عن أجواء إيجابية فيما يتعلق بموضوع قرب الاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل، هذه الأجواء لا يمكن التأكد منها إلا بعد الزيارة التي سيقوم بها هوكستين إلى الجانب الإسرائيلي، لأن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، لا سيما بعد موافقة لبنان الرسمي، وأعني بذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي شدد أمام هوكستين على التطبيق الكامل للقرار 1701 وعلى استعداد لبنان لإرسال الجيش إلى الجنوب والالتزام بكل المنطلقات التي كتبت في الورقة الأمريكية التي قدمت إلى الجانب اللبناني، وأبدأ الجانب اللبناني بعض الملاحظات عليها. كل ذلك يوحي بأن الجو الإيجابي هو من الجانب الأمريكي وكذلك من الجانب اللبناني الذي وافق على هذه النقاط. يبقى الطرف الأساسي وهو الجانب الإسرائيلي. هل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على هذه الورقة؟ أم ستكون يعني شراء لمزيد من الوقت في هذه المرحلة؟ اسمحي لي سيدة نجاة، اسمحي لي أن أعيد صياغة هذه الكلمة. يعني بتقولين بأنه يكسب وقت أو يعيد صياغة، دعنا نكون أكثر واقعية. هو قلب الطاولة، هل سيقوم بنيامين نتنياهو بقلب الطاولة بعد عودة هوكستين بالموافقة من الجانب اللبناني؟ هي ليست المرة الأولى التي يقلب فيها الطاولة، لقد شاهدنا ذلك في غزة وكل الاتفاقات التي تمت، وحتى عندما وافقت الولايات المتحدة على قرار مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، ثم عاد وقلب الطاولة الجانب الإسرائيلي ولم يتم تطبيقه، وخاصة في موضوع تبادل الأسرى. فبالتالي لا يمكن التأكد من أي شيء، وكما قال الرئيس مجلس النواب نبيه بري، يعني اختصرها بعبارة لبنانية، ما تقول فول لا يصير بالمكيول، يعني بمعنى أنه أن لا يمكن القول بأنه قد حصل ذلك إلا بعد التأكد من ذلك والإعلان رسميا من الجانب الإسرائيلي على الموافقة على ذلك. لأنه المرحلة الآن يعني وفيما يتعلق بالضربات الإسرائيلية التي يقوم بها حتى هذه اللحظة، والتي يتم فيها قصف كل المناطق الجنوبية، منطقة صور، منطقة النبطية، القرى، تبنين، شمع غيرها من المناطق في الجنوب اللبناني، وفجرا كان في داخل بيروت في منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، وبالأمس في قلب العاصمة بيروت تم قصف مناطق عديدة. وبالتالي فلا يمكن التأكد من أي شيء قبل أن يكون هناك التزام رسمي وضمانات أمريكية في هذا الالتزام فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار. لبنان كما قد أشرت وافق على كل مندرجات القرار 1701، ووافق على تطبيقه، ووافق على إرسال الجيش إلى الجنوب، وبالتالي الانسحاب إلى شمال الليطاني. كل ذلك تم الموافقة عليه من الجانب اللبناني، تبقى الكرة في الملعب الإسرائيلي. التقى هوكستين رئيس الحكومة، التقى رئيس مجلس النواب، وهو التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، خاصة أن الجيش سيكون له دور أساسي في المرحلة المقبلة بعد بدء تطبيق القرار 1701، وهناك ستكون لجنة للمراقبة مراقبة تطبيق هذا الاتفاق، أيضا تم الاتفاق على ذلك. فبالتالي الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي. طيب سيدة نجاة، هناك كلمة أخرى يجب أن نتوقف عندها، كلمة فضفاضة وهي سد الثغرات. ماذا يعني بسد الثغرات؟ ما هي الثغرات التي يتحدث عنها هوكستين؟ بالواقع الاتفاق أو الورقة الأمريكية التي تم تقديمها من قبل السفيرة الأمريكية يوم الخميس الماضي تم درسها من الجانب اللبناني. هذه الورقة تتألف من 13 نقطة، 13 نقطة تم تقريبا مراجعتها بشكل مكثف، وكان هناك بعض التوقف على بعض التعابير، مثلا
وقف العمليات العدائية أم وقف إطلاق النار، لكي يكون هناك وقف إطلاق النار بمعنى وقف دائم وليس وقف لمرحلة معينة ومن ثم يتم خرق هذا الوقف لإطلاق النار. وبالتالي يعني هذه هي التعابير التي يتم التوقف عنها عندها. وأيضا اللجنة المؤلفة لمراقبة تطبيق 1701، ممن ستكون هذه اللجنة؟ من هي الدول التي ستشارك بهذه اللجنة؟ الولايات المتحدة هي بالطبع ستكون بهذه اللجنة، فرنسا ستكون بهذه اللجنة، ولكن هل هناك محاولة لأن تكون دول أخرى أيضا تشارك في هذه اللجنة؟ هذه هي التفاصيل التي أو الثغرات التي يتحدث عنها والتي تتعلق ببعض التعابير وبعض الوقائع المتعلقة بالترتيبات المتعلقة بالثلاثة عشر نقطة. وأيضا هناك مجموعة من المراحل يعني عند البدء بتطبيق 1701 هي مواضيع اللجنة، مواضيع التطبيق، ولكن أيضا سيكون هناك عملية إعادة النازحين إلى القرى في هذه صحيح المناطق. وهي أولوية قصوى حقيقة للجانب اللبناني. أشكرك السيدة نجاة شرف الدين الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من بيروت.